لأن موسى لم يسأل الرؤية وإنما سأل الإراءة، لأنه في الأرض رب أرني أنظر إليك، وأرني يعني المطلوب فيها الإراءة، يعني إن ترني أنظر، إن لم ترني لا أنظر، فكأنني بطبيعة تكويني لا أقدر أن أنظر إليك، ولكن إن عدلت فيا وأريتني أرى، أرني أنظر. فكأن المطلوب من موسى مش الرؤية، الإراءة، لأنه يعلم بطبيعة تكوينه أنه لا يرى، ولكن الذي خلقه يستطيع أن يريه. فإذا المطلوب من موسى الإراءة، كالذي حدث لمين؟ كالذي حدث لمحمد في آية الإسراء الأرضية لنريه، برضو هي إراءة. وبعد ذلك نبحث بحثا آخر في الجواب، رب أرني أنظر إليك، كأن موسى يقول أنا بطبيعة تكويني لا أقدر على أن أراك، لكن أنت خالقي وخالق القوانين فتستطيع إن أمددتني بقوانين من عندك أن أرى، فإن أريتني أنظر وإن لم ترني لا أستطيع. فماذا كان جواب الحق له؟ كان جواب الحق له لن تراني. إذن فالمانع ليس من جهة الحق، ولكن المانع من جهة موسى، ما قالش لن أرى، قال لن تراني، أي إن طبيعتك التكوينية ما تقواش على رؤيتي. ولو أن الحق لا يرى كان قال له لن أرى وينتهي الإشكال، إنما قال له لن تراني. وبعد ذلك قال له ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، علقه على شيء مادي موجود وهو الجبل مخلوق، والجبل ولا شك أمر موجود قدام موسى، والجبل بلا شك عندنا وعند موسى أقوى بنية من موسى وأشد صلابة. فلما تجلى ربه للجبل، الله، إذن لا مانع أن يتجلى الحق على بعض الخلق، وقد تجلى الحق على الجبل، ولكن الجبل الصلد القوي لم يتحمل هذا التجلي فتفتت مع صلابته ومع قوته. حينئذ نفهم أن السر في قوله لن تراني أن طبيعة تكوينك لا تتحمل رؤيتي، بدليل أنك لو نظرت إلى الجبل وأنا سأتجلى للجبل إن استقر الجبل مكانه فاعلم أنك تقدر. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن فموسى صعق لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي؟ يبقى ما يقواش. إذن فقول الحق لن تراني دليل على أن طبيعة تكوين البشر ليست معدة إعدادا بحيث تستطيع أن ترى ربها. أما الله فمن الممكن أن يرى، ولكن تعدل طبيعتنا على أنها تقوى على رؤيته. الدليل على ذلك أن الله تجلى